دورنا كنشكروا السيد العامل على المجهودات الجباره، وهذا المشروع اللي هو كيعكس واحد الصوره ديال العلاقه التشاركيه ما بين المجتمع المدني وما بين الدوله في جميع الهيئات ديالها. ما كانش السيد العامل غير هذا المشروع اللي اشرف عليه، كان مجموعه ديال المرافق اللي تنزات واللي عطات اضافه نوعيه في المدينه، مجموعه ديال المحاور اللي تفتحات. دورنا كنبغيو نشكروا السيد العامل، وكلمه شكر هي قليله للسيد العامل وفي الناس اللي كتشتغل الى جانبه، دون اننا ننسى مكتب الشرف في صفات اللي كنعتبروه هو القاطره ديال التنميه والمساهم اكبر في التنميه، وكنلتمسوا وكنرحبوا بالسيد المدير الجديد، وكنشكروا المدير القديم اللي مشى السيد الفيلالي، وكنرحبوا بالسي رمزي، وكنتمناو انه تعاود واحد الاتفاق للشراكه ما بين المجلس الاقليمي وما بين مكتب الشرف في صفات من اجل التنميه ديال المدينه اللي كنقولوا ودي راه اقليم خريبكا يستاهل اكثر من هاد الحوايج. الحمد لله حبان الله بواحد عامل اقليم رجل سلطه، والناس المرافقه له، الناس اللي كتشتغل معاه، انها مجموعه المشاريع اللي خرجت لحيز الوجود منها الفردوس بن عمير، مجموعه ديال المشاريع اللي عطات واحد واليوم انا الكلمه ما خدتهاش باش نذكر السيد العامل بوحدو، ولكن كاين واحد الرجل اللي لابد اننا نقدروا المجهود اللي قام به، ومن بعد الله سبحانه وتعالى السيد العامل والسيد الباشا، كاين واحد الراجل اللي يستحق منا الثناء جميعا. وهذا المشروع لولا السيد المدير الاقليمي السابق لما خرجش لوجود هذا المشروع، لان صراحه قبل البلد الحسن هادشي ما غريبش عليه، لان مجموعه المشاريع اللي اشتغل فيها وكانت لا التعليم الاولي لا المساله اللي دارت في الجاحيط ديالها غادي تكون بواحد الغلاف مالي ديال 2.5 مليون. كما كتشوفوا غادي يكونوا جوج ديال الاحواض وحوض صغير، كاين 8 ديال لي جي في الربعه، في الجي الكبير اللي غادي يكون غادي هنا. لوغو السيد كونسلتاسيون راه موجود، كنستناو غير السيد الرئيس يجي باش يوقع لنا التلفزيون وندوزو ان شاء الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم يحيى الزغلي مدير المصالح في المجلس الاقليمي. نتشرف باش نقدم لكم مشروع انجاز نافوره بالمداره الواقع بملتقى شارع 9 ابريل وشارع العلويين بمدينه خريبكا. هذا المشروع اللي غادي ينجزو المجلس الاقليمي بتكلفه ماليه قدروها 2.5 مليون درهم، واللي كياتي كتكمله لتهيئه شارع 9 ابريل التي تم انجازه من طرف المجلس الاقليمي. كما شرط التكلفه ديال المشروع غادي تنهز واحد 2.5 مليون درهم، وهي كما شرط كتكمله لتهيئه الشارع ككل، شارع نف ابريل، تهيئه اللي كانت فيها المساحات الخضراء، تهيئه الطريق والاناره العموميه. بطبيعه الحال يعني هاد انجاز هاد النافوره غادي تضيف واحد الجماليه للشارع اللي كما شفتوا راه يعني واحد الحله. الشارع نف ابريل او مدخل المدينه في الملتقى، احنا غالبا كنتكلموا على شارع نف 9 ابريل او مدخل المدينه جهه فقيه بن صالح. يعني هو شارع كيتواجد بالحي مجمع الشريف الفوسفات، يعني انه والحي كما تعرفوا حي قديم وحي راقي في مستوى عالي، وكما شفتوا يعني حتى التهيئه ديالو يعني جات بواحد عطاتو واحد زادت في الجماليه ديالو في الرونق ديالو، لا من ناحيه المساحات الخضراء لا من ناحيه الاناره العموميه. بطبيعه الحال هاد المشاريع مثل هاد النافوره غادي تزيد في الجماليه ديال الشارع.